السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع أخوكم بكراوي. اليوم يا أساطير راح أشرح لكم كيف تركب سكنك في بوجاف لانشر، والتطبيق الذي نحتاجه زي أرشيف، والملف راح أترك لكم إياه رابطه تحت في الوصف. فخلينا نبلش وخليكم مع الانترو. ندخل على زي ارشيف. بعد ما دخلنا على زي ارشيف راح اترككم رابط هذا الملف في الوصف. اول شيء راح نعمله راح نفك الضغط على الملف، بعدين نروح على سكن اليكس بي ان جي، نسوي له اعاده تسميه وننسخ الاسم، ونعود الطريقه مع سكن ستيف نفس الشيء. بعد ما نسخنا اسم ستيف واليكس نروح تجيب اي سكن تبيه، تنسخ السكن وتروح على الملف، وتروح على ملف السكن، تفتح ملف السكن وتضغط اول ملف، وايضا كمان اول ملف واول ملف واول ملف واول ملف، وتروح على ملف وولد وتحط تلصق السكن، تنسخ السكن كمان مره وتلصقه في نفس المكان، وتساوي لاول سكن اعاده تسميه وتحط اليكس او ستيف، وتكرر العملية على الملف الأول وتسوي له إعادة تسمية وتسميه أليكس. بعد ما سمينا السكنين ننسخ السكنين ونروح على نرجع خطوة لورا ونحطون في ملف سليم. بعد ما حطيناهم في ملف سليم نرجع خطوة لورا وننسخ الملف حق الروس باك. بعد ما نسخنا الملف نروح على ذاكرة الجهاز. بعدين اخوان انا عندي اخوان بيختلف موقع البوجاف لانشر، انا لازم اروح على جيمز، اما جهاز السامسونج لازم تروح على ايدرويد بعدين داتا، وراح تلاقي ملف اخر شيء من تحت. نروح على ملف جيمز بعدين بوجاف لانشر ماينكرافت بعدين روس سباك، ونحط الملف نلصق الملف هذا، وندخل بعدين بوجاف لانشر. لما نبدا تشغيل بوجاف لانشر لازم تكونوا مثبتين الاوبتيفاين، وراح اترك لكم طريقه تركيب الاوبتيفاين تحت في الوصف. جاف لانشر ندخل اي سيرفر، فانا راح ادخل سيرفر اونلاين، تروح هنا وتحط تحديث، تضغط طبعا وتحط انضمام الى السيرفر، وزي ما انتم شايفين اخوان ركبت سكني من هو الحالي. خلنا نشيل اخوان الدرون ورجيكم السكن. زي ما انتم شايفين اخوان ركبت السكن وهذا شيء اسطوري. فيا اخوان شكرا لمتابعتكم هذا الفيديو ونسب و بيسو. طبعا اخوان ما راح يجيكم سكن زي كذا مركب، لازم تروح على الخيارات بعدين حزمة الجلود او الروس باك، راح يكون عن كل سكين زي كذا. تمام، راح يكون عن كل سكين زي كذا. اول شيء راح يكون سكين عنك زي كذا، انت عليك كل ما تسويه عزيزي وعزيزتي المشاهدين انك تضغط على اي شيء عنك وتدفع خيارات بعدين روس باك بعدين تضغط على السكين. طبعا اخوان السكين هذا مستحيل يزبط في العالم العادي لان الملف المعاي يشتغل على 1.20. فباذن الله يا اخوان إذا وصل هذا المقطع إلى 30 لايك راح أنزل الجزء الثاني ملف لكل الإصدارات للجافا أو بوجاف لانشر. فأنت زي ما تشايفين ركبت سكين يا إخوان، كان سكين ستيف وكذا السكين أحلى يا إخوان، سكين أسطوري عشان إخوان ما حد يجي يظل يعلق علي سكنك سكنك.
والله انا افقع وجهي، كنك سكن خايس كنك. اخوان وعليكم نادين الفارغه، لانه سكن ستيف مره كبير، او اخوان السكن حقي خربان. المهم يا عيال، مش سلامه مشكور. ولو كنا وصلنا نهاية الفيديو، لا تنسى اللايك والاشتراك. وقبل ما اروح، لا تنسى تدخل سيرفر المشتركين الموجود، رابطه تحت في الوصف، والاي بي ايضا. ولا تنسى تدخل رابط الديسكورد، لانه مهم اخوان، موجود في القوانين حقة السيرفر. وبيس.